قناة إسماعيل تقدم رحلة الحروف مع جنى وكريم وكنفوش. هيا لنختار حرفا آخر. لقد انتهيت من بناء قلعة الرمل يا كريم. سأساعدك في حفر أكبر حفرة الآن. أوه! لقد امتلأت الحفرة بمياه البحر. انظري يا جنى من أتى مع الموجة. إنها سمكة وتسبح بسرعة. س س س هيا لنحضر السطل ونعيدها إلى البحر. س 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 سمكة صغيرة أعيش في البحار، أحب أن أسبح طول النهار طول النهار. سمكة صغيرة أعيش في البحار، أحب أن أسبح طول النهار طول النهار. س 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 لنكتشف كيف يتغير شكل الحرف حسب موقعه في الكلمة، اضغطوا على الصورة لنسمع الكلمة. سمكة، تمساح، جرس. هيا بنا نجمع حرف السين لتصبح سمكتنا كبيرة. س 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 س. إذا وصلنا هذه النقاط سنكتب الحرف. افعلوا كما فعلت. س سمكة. س سي. لنجمع ونستمع إلى المدود القصيرة والطويلة. سي سا سو سا سو سي سي سا سو سو سي سا
أحسنتم، أهلاً بكم في محطة المفاجآت. مع كل لعبة نلعبها نجمع النجوم في صندوق. سوف تساعدنا هذه النجوم على تلوين البيضة. عندما تمتلئ البيضة بالألوان ستكتشفون ما تخبئه لنا من مفاجآت. اضغطوا على البيضة. حرك القبعة على رأسي. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس.